أو أزواج بنات سماحة السيد السيستاني هو الكشميري والشهرستاني. اليوم هم أصحاب تركة كبيرة بأوروبا وأصحاب ملايين مع بناته، شو المانع يعني؟ أنت لماذا لا تطلب كلمة أيها المستمع وأيها المخالف؟ لماذا ما تقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه رحمة واسعة متربع على الحوزة والمرجعية طوال 50 سنة، أنا بأسأل عشرات بل مئات يسألون مثلي. الآن أولاد السيد الخوئي من السيد عبد المجيد الخوئي ملياردير برتبة لورد بأوروبا رحمة الله عليه، استشهد في العراق، قتل في رجوعه إلى العراق. هذا الآن وهو عايش بأوروبا بإيرلندا وبهولندا وفي وسط بريطانيا يدور بسيارات فارهة. أنا بأسأل يا أخي بتواضع، اليوم هذه الأموال من أين لك هذا؟ سماحة السيد عبد المجيد وإخواني ملكون مليارات، من وين؟ السيد الخوي أبو السيد الخوي اللي كان يقذيهم، إحنا ليش نزعل يا جماعة؟ المفروض نزعل في الحق، نتأثر في الحق. اليوم هالإمبراطورية المالية اللي عندنا باسم الأخماس ما يصرف فيها فتافيت. بالمناسبة أنا من هذه المدينة الجميلة محافظة الأحساء، 3/4 الطلاب الحوزويين، الطلاب اللي يدرسون في الحوزة لا يستطيعون أن يدفعون إيجار بيت أو إيجار شقة سكنية، والله ما يقدرون يدفعون. بالمقابل 4 5 6 في هذا العالم الأحساء المسمى بالأحساء 5 أشخاص يملكون فوق المليار باسم الأخماس. ليه؟ أين حديث الرسول صلى الله عليه وآله إذا رأيتم رجل الدين منكبا على الدنيا فاتهموا في دينه؟ سيارات فارهة هم وأولادهم، بيوت فارهة، كل يومين 3 زوجة، كل يومين 3 عمارة، عقار، وين ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ أنا أستغرب هذا اللي متعصب علي أخي الحبيب والعزيز اللي ضد ما أطرحه. هو الحقيقة السيد الخوئي قبله لا تزعل، وين المليارات اللي كان بناها في 50 سنة سماحة السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ وشيخ الفقهاء وسيد الفقهاء وسيد المتكلمين، أنا لا أختلف، أنا أختلف في هذه الجزيئة، جزيئة الإمبراطورية المالية اللي يلعبون فيها لعب.